بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله في المرسل: ومرسل منه الصحابي سقط. المرسل في اللغة يراد به الإطلاق، فالمرسل هو المطلق هذا في اللغة، فإذا قلت أرسلت كذا أي أطلقته. وأما في الاصطلاح فقد بينه المؤلف رحمه الله بقوله: ومرسل منه الصحابي سقط، يعني ما سقط منه الصحابي. وفي هذا التعريف شيء من الإشكال، وذلك أن الصحابي قد يروي عن الصحابي ويسقط الصحابي، كرواية ابن عباس رضي الله عنه وكرواية أبي هريرة رضي الله عنه لما لم يدرك أو لم يره، فإنه إذا روى أبو هريرة عن شيء قبل إسلامه يقين أنه إنما نقله عن الصحابة، لا سيما في الوقائع والأخبار والأحداث. كذلك ما ينقله ابن عباس فإن كثيرا منه ينقله عن الصحابة، وهذا يسمى مرسل الصحابي. فقوله رحمه الله: أمره ومرسل منه الصحابي سقط، فيه إشكال فيما إذا أسقط الصحابي صحابيا أو أرسل الصحابي حديثا، فإنه يدخل في هذا الحد الذي ذكره. ولذلك استدرك بعض المستدركين على هذه المنظومة فقال: ومرسل من فوق تابع سقط. فهذا يبين لنا معنى المرسل، وهو ما أسقطه ما سقط منه الصحابي بالكلية، فهو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو المرسل. فالمرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقول سعيد بن مسيب مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أشبه ذلك من التابعين الذين كانوا يرسلون. ومراسيل التابعين على درجات، ليست على درجة واحدة في الصحة والقبول والقوة، فأوهى المراسيل مراسيل الحسن وعطاء، وأقوى المراسيل مراسيل من؟ سعيد بن المسيب رضي رحمه الله. وهناك خلاف في حد المرسل، منهم من يقول إن المرسل ما رفعه التابعي بقيد كونه كبيرا، يعني ما رفعه كبار التابعين، أما ما رفعه الصغار من التابعين فإنه لا يسمى مرسل. وقيل في تعريف المرسل أيضا إنه ما سقط منه راو، سواء كان في أول الإسناد أو في آخره أو في أوسطه، لكن هذه الاصطلاحات اصطلاحات بعضها للمحدثين الأوائل وبعضها اصطلاحات خاصة. أما الذي جرى عليه أكثرهم وسار عليه أكثر المحدثين لا سيما المتأخرون منهم، هو أن المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقل غريب ما روى راو فقط. فبين لنا ما هو الغريب. الغريب هو ما انفرد بروايته راو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمن بعده. فالغريب أقسام: منه ما هو غريب مطلق في جميع طبقات السند، ومنه ما غريب ما هو غريب نسبي، أي غريب في أوله ثم بعد ذلك اشتهر. وسمي هذا الحديث أو هذا النوع من أنواع الحديث بالغريب لكونه انفرد بروايته راو، فسمي غريبا لكونه لم ينقله غير هذا الراوي. ومن أمثلة الغريب حديث النية، حديث ابن عمر رضي حديث عمر رضي الله عنه الذي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فقد انفرد في أربع طبقات منه راو واحد، فهو غريب في أوله، وهذا من أمثلة الغريب النسبي. ثم قال المؤلف رحمه الله في بيان المنقطع، وهو نوع من أنواع الحديث، قال: وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال. هذا بيان لمعنى المنقطع. المنقطع هو ما لم يتصل إسناده، هكذا عرفه المؤلف رحمه الله، لأنه قال: وكل ما لم يتصل بحاله، يعني كيفما كان إسناده منقطع الأوصال. فيكون المنقطع هو ما لم يتصل إسناده، سواء كان هذا الانقطاع في طبقة واحدة وفي موضع واحد، أو
في مواضع متعددة، سواء كان الانقطاع بسبب سقوط راو أو أكثر. فعلى هذا يكون المنقطع، على تعريف المؤلف رحمه الله، يكون المنقطع شاملا للمرسل، يكون المنقطع شاملا للمعضل. وهذا الذي جرى عليه البيقوني رحمه الله في تعريفه للمنقطع. ولكن الذي عليه الأكثرون من أهل التحديث، من أهل الحديث، الذي عليه الأكثرون أن المنقطع ما سقط منه راو واحد قبل الصحابي في موضع واحد أو في مواضع، يعني ما سقط منه راو قبل الصحابي فهو منقطع، سواء كان هذا السقوط متكرر بمعنى سقط في الطبقة الأولى في الطبقة الثانية من رواة الحديث، وفي الطبقة الخامسة مثلا فعندنا تكرر السقط لكنه ليس متتابعا في طبقة واحد، في طبقتين متواليتين، إنما في طبقات متفرقة، هذا يسمى المنقطع. ومن أمثلته ما يرويه الحسن عن الصحابة رضي الله عنهم، ما عدا ما رواه عن سمرة بن جندب في حديث العقيقة، فإنه محمول على السماع. هذا بالنسبة للمنقطع. إذا عرفنا التعريف الذي ذكره المؤلف والتعريف الصحيح، ما التعريف الذي ذكره المؤلف ما هو؟ كل ما حصل فيه انقطاع في طبقة من طبقاته، يدخل فيه المعضل، يدخل فيه المرسل، ويدخل فيه المعلق، كل هذا يدخل فيما ذكره المؤلف رحمه الله من تعريف. وذكرنا التعريف المشهور عند أهل التحديث أو أهل الحديث، نعم، سواء كان هذا السقوط في موضع أو في مواضع. أحسنت. طيب مثاله ما يرويه الحسن عن الصحابة كما يرويه عن عمر، فإنه لم يدرك عمر رضي الله عنه وما أشبه ذلك. نعم. أيضا ما يرويه مالك عن ابن عمر فإنه منقطع، لأن مالكا لم يدرك ابن عمر رضي الله عنه. طيب نواصل. قال: والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل الساقط منه اثنان. المعضل مأخوذ من عضل، العضل أو العضال، وهو الإعياء والمنع. وسمي هذا النوع بهذا الاسم لأنه يعي في معرفة الساقط. ما هو المعضل؟ المعضل الحديث الذي سقط من إسناده راويان متواليين، سقط من إسناده راويان متواليان، يعني في طبقتين في طبقتين أو في منزلتين متواليتين، فهذا من المعضل. ومثاله ما يرويه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مالك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم طبقتان، فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من المعضل. وهم يذكرون ويمثلون بحديث مشهور، وهو قول النبي صلى الله عليه، ما رواه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته. فإن مالك في روايته عن أبي هريرة، أنا قلت عن النبي غلط، عن أبي هريرة، رواية مالك عن أبي هريرة عن الصحابي كروايته عن أبي هريرة تعتبر من المعضل، لأن بين مالك وأبي هريرة راويا. فهذا من أمثلة المعضل. وقد جاء التصريح بالواسطة في من طريق آخر، جاء التصريح بالواسطة الذي بين مالك وأبي هريرة من طريق آخر. المراد أن المعضل عرفنا ما هو، هو ما سقط من إسناده راويان متواليان، راويان متواليان. وقول المؤلف رحمه الله المعضل الساقط منه اثنان، هذا مأخوذ من ألفية العراقي، وهذا يسميه أهل النظم، يسمونه الإيداع والرفض، أن تأخذ بيتا أو شطر بيت من قصيدة أو منظومة أو شعر لغيرك وتضمنه شعرك أو ما تنظمه. ثم طيب المعضل من أي أنواع الحديث؟ من حديث الضعيف، كذلك الذي قبله المنقطع من أنواع الحديث الضعيف. والمرسل، نسينا ننبه على هذا، المرسل الأصل فيه أنه من أنواع الضعيف، كل هذه الأحاديث من أنواع الحديث الضعيف. يقول رحمه الله: وما أتى مدلسا نوعان. ما أتى مدلسا، هذا فيه ذكر نوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المدلس. والحديث المدلس هو
ما حصل في إسناده إخفاء، وهذا الإخفاء متفاوت، فسمي هذا الحديث بالحديث المدلس لما تضمنه من الإخفاء الذي حصل في بعض رجال الإسناد. والإخفاء والتدليس أنواع. المؤلف رحمه الله هنا أشار إلى نوعين، فمنهم من يقسم التدليس إلى ثلاثة أنواع، ومنهم من يقسمه إلى نوعين. والأسهل للمبتدئ أن يعرف أنه ثلاثة أنواع. النوع الأول تدليس الإسناد، وتسنيد تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السمع. أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم أنه سمعه منه. والصيغة المشهورة في مثل هذا أن يقول عن أو أنه قال أو ما أشبه ذلك من الصيغ التي توهم السامع للحديث أن الراوي قد نقل عن شيخه لأنه سمع منه وأخذ عنه، ففي هذه الحال يتوهم السامع بأن هذا الحديث من جملة سماعه. ومثال ذلك ما ذكر عن سفيان بن عيينة فيما نقله عن الزهري، فقيل له في بعض ما نقله عن الزهري وهو شيخ له، قيل أسمعته من الزهري؟ قال لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه منه. فإن سفيان بن عيينة حدث كما قال ابن خشرم، قال كنا عند ابن عيينة فقال الزهري، فقيل له أحدثك يعني بهذا الحديث الذي سمعوه منه؟ فقال لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه منه، فكان إيهاما بأنه سمعه منه وهو لم يسمعه منه. هذا التدليس يسمى بتدليس الإسناد، وهذا إذا كان لا يتضمن إخفاء ما يطعن في الحديث فإنه لا بأس به، مع أن التدليس حذر منه العلماء تحذيرا شديدا لما يتضمنه من الإخفاء والغش، فإن من العلماء من يقول إن التدليس يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، حيث إنه لم يحصل بيان، لكنه لما كان أنواعا بعضها أخف من بعض احتمل العلماء التدليس في بعض أنواعه وشددوا في إنكار البعض. هذا النوع الأول من أنواع التدليس واسمه إيش؟ تدليس الإسناد. تدليس الإسناد. النوع الثاني تدليس الشيوخ. لا، ما ليس سبب للتضعيف. النوع الثاني من التدليس تدليس الشيوخ، وهو أن يذكر الراوي شيخه بما يعميه عن السامع أو بما لا يعرف به، لكن بما يعميه عن السامع أفضل من قول بما لا يعرف به، وذلك بأن يذكره باسمه وهو مشهور بكنيته، أو يذكره بكنيته وهو مشهور باسمه، أو يذكره باسم ملتبس يشتبه بغيره، فهذا كله يسمى بإيش؟ تدليس الشيوخ، لأنه حصل فيه تعمية الشيخ، عدم بيان الراوي المنقول عنه. ويعمد بعض المحدثين إلى هذا لإيهام السامع بأنه نقل عن فلان المعروف الثقة، ولكونه وافقه في كنيته أو وافقه في اسمه، ويكون سببا لقبول الحديث أو لقبول الرواية، وهو نوع مذموم من أنواع التدليس. أما التدليس الذي لا يتضمن إخفاء عيب، إنما يتضمن التعمية المجردة، يعني ليس فيه إخفاء ضعيف أو اشتباه الحديث بحديث القوي وما أشبه ذلك، فإنه من النوع المذموم لكونه لا يحصل به البيان الذي يطمئن به السامع للحديث، ولكنه لا يعد من الأحاديث الضعيفة، وإنما يعد من الضعيف إذا كان يتضمن اشتباه الاسم الذي صرح به باسم راو ثقة والراوي ضعيف، أو بكنية راو مقبول والراوي الذي أخفى اسمه أو دلس اسمه راو مردود أو ضعيف أو أقل مما أوهم السامع. هذا يسمى التدليس بتدليس الشيوخ. التدليس الثالث، وهو شر أنواع التدليس وأقبحها، وهو من أسباب رد الحديث وضعفه، تدليس التسوية، وهو أن يعمد الراوي إلى شيخ شيخه فيسقط شيخه إذا كان ضعيفا وينقل عن شيخ شيخه، فيعمد الراوي إلى إسقاط من يضعف بسببه الحديث
حتى يقبل الحديث وحتى ترتفع درجته. فهذا النوع من أنواع التدليس يسقط فيه الراوي راوٍ أو راويين لكونهما يرد بسببهما الحديث وينقل عن القوي، ولا يشترط أن يكون سمع منه أو لم يسمع منه. يقول رحمه الله المؤلف، يقول: وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه، أي عمن فوق شيخه، بعن وأن. وهذا الإسقاط من أي النوعين؟ النوع الأول ولا الثاني؟ الثالث. ها، هذا تدريس التسوية أو تدريس الإسناد أو تدريس الشيوخ؟ تدريس الشيوخ. هذا تدريس الشيوخ، التسوية. لأنه يسقط الراوي، يقول الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هذا هو تدريس التسوية. وهذا اشتهر به بعض الرواة كبقية بن الوليد، فإنه اشتهر به، وهو أنه كان يروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين، لقي أحدهما الآخر فيسقط الضعيف، ولا يلزم هذا أن يكون عن شيخه، إنما ولو كان عن شيوخ شيخه، فيأتي إلى شيخين قويين بينهما ضعيف فيسقط الضعيف الذي بينهما ويصل السند، لكن بشرط أن يكون كل منهما، يعني أن يكون أحدهما سمع من الآخر، فإن لم يكن سمع فيكون الحديث منقطعا، لكنه لا يأتي بحال يتوهم بها السامع أو يتبين بها الانقطاع، لكن يأتي إلى راو مثلا يروي عمر عن خالد عن بكر عن أبي هريرة على سبيل المثال، فيسقط عمرا، يسقط خالد لكونه ضعيفا، ويوهم بأن عمر نقله عن بكر، وهذا يسمى بتدريس الشيوخ وبتدريس التسوية. واشتهر به خالد، اشتهر به بقية ابن الوليد والوليد بن مسلم، فإنه ممن اشتهر عنهما هذا النوع من التدليس. ولذلك إذا دلس بقية بن الوليد أو الوليد بن مسلم فإنه لا يقبل حديثه. لماذا؟ لأنه يتوقع منه أن يكون قد دلس من هذا بهذه الطريقة، وهو أن يأتي إلى ضعيف بين قويين سمع أحدهما من الآخر فيسقط الضعيف، ويوهم بأن الرواية إنما هي من عن القوي عن الشيخ الآخر القوي. هذا بالنسبة لما ذكره المؤلف رحمه الله في التدليس. ولاحظ أن المؤلف رحمه الله قال الأول الإسقاط للإسناد وأن، الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، بيّن لنا صيغة أداء مثل هذا النوع من الأحاديث، يكون صيغة الأداء فلان عن فلان، أو يقول فلان روى فلان أن فلان قال أو أن فلان ذكر، فهذا كله يدخل في التدليس. قال رحمه الله والثاني لا يسقطه، يعني ما يسقط الشيخ، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، يصفه بأوصاف لا تعرف، بأن يكنيه بغير كنيته المشهورة، أو يسميه بغير اسمه المشهور، أو يصفه بغير وصفه المعروف. وقد استدرك بعض المستدركين، هو الشيخ عبد الستار استدرك على هذا فقال والثالث لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما لا ينعرف، فجعله النوع الثالث. ولكن الصحيح أنه لا حاجة لمثل هذا الاستدراك، لأن المؤلف رحمه الله ذكر نوعين من أنواع التدليس، تدليس التسوية وتدليس الشيوخ. ثم قال بما لا ينعرف، انتهينا من هذا. ثم قال رحمه الله نعم، وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راوي. أسرعنا رغبة في تتميم المتن، وأيضا قال لي واحد بعض الإخوان أنه يعني ما ودنا بالتفصيل، لأن أكثر الحضور من يعني أول مرة يقرأون في المصطلح، فرغبوا أن يكون الشرح فيه نوع سهولة. تضمن نوعين من أنواع الحديث. النوع الأول الشاذ، عرفه المؤلف قال وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ، يعني فهو الشاذ. وقد تقدم لنا تعريف الشاذ أين؟
مر معنا الشاذ في أي مكان في تعريف الحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح ما يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. تكلمنا على الشذوذ في وقته، وقلنا إن الشاذ يصدق على مخالفة الثقة من هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة من هو أكثر منه عددا، أو مخالفة أو أن يروي الراوي ما لا يتحمل منه. وذكرنا أن هذه كلها تندرج تحت الشاذ. فإذا روى الراوي الذي لا يتحمل انفراده رواية لم يروها غيره فإنه يكون من جملة الشاذ. لكن الذي جرى عليه الاصطلاح في كثير من كلام أهل المصطلح أن الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. وهذه المخالفة ليس في الحقيقة، ليست في جميع مواردها تكون شاذة، أي ليس كل مخالفة يخالف فيها الراوي من هو أوثق منه يكون شاذا، بل بعض هذه المخالفات تكون من باب زيادة الثقة التي تقبل من الراوي. ولذلك علم الشاذ والعلل فيما يتعلق بالأحاديث من أدق العلوم التي تحتاج إلى بصيرة ونفاذ بصر وقوة علم ورسوخ قدم للتمييز بين ما يكون شاذا وبين ما يكون زيادة من زيادة الثقة التي تقبل وهي معتبرة ويؤخذ فيها الزائد فالزائد في الروايات. إذن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه أو من هو أكثر منه عددا. وانظر إلى قولنا مخالف حتى يخرج ما يمكن أن يكون زيادة من زيادة الثقة. فمثلا على سبيل المثال ما رواه البخاري وأصحاب السنن والإمام أحمد في حديث من حديث جابر رضي الله عنه في دعاء الأذان، إذا سمعتم المؤذن، إذا سمع أحد من سمع المؤذن فليقل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو الذي رواه البخاري ورواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. زاد البيهقي إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة من العلماء من قال إنها شاذة، لماذا؟ لأنها خالفت رواية الثقات. ومنهم من قال إنها من باب زيادة الثقة فتؤخذ ويقبل، تقبل هذه الزيادة لا سيما أن إسنادها صحيح. فمثل هذا يحتاج إلى نظر. أولا، هل هذه مما خالف فيها الثقة من هو أوثق منه؟ خالف بزيادة ولم يخالف بنقل يتعارض مع السابق، يعني مع من هو أوثق في الرواية. فهذا مما اختلف فيه العلماء على قولين. كثير من العلماء ذهبوا إلى أن هذه الزيادة شاذة لمخالفة الثقة من هو أوثق منه. ذهب بعضهم إلى أن هذه الرواية الزيادة مقبولة لصحة إسنادها ولأنها لا تخالف الحقيقة. ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فإنه يعتد بهذه الزيادة ويرى أنه لا بأس أن يقول القائل في الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمد الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فالمسألة في هذا محتملة، ما يخالف الثقة به الملأ فهو الشاذ. النوع الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذا البيت قال والمقلوب قسمان تلا، المقلوب قسمان، والمقلوب اختلاط في الرواية بتقديم ما حقه أن يؤخر أو ما هو مؤخر وتأخير ما هو مقدم. هذا القلب تقديم وتأخير إما في السند وإما في الرواية، إما في السند وإما في المتن. وهذا لا يعلمه إلا أهل البصر والإدراك والمعرفة من أئمة هذا الشأن. يقول رحمه الله في بيان المقلوب، يقول والمقلوب قسمان تلا، يتلو الشاذ ويتلو تلاه في تلا الشاذ في النظم، وهما ذكر المؤلف رحمه الله نوعين من أنواع المقلوب. النوع الأول ما يتعلق بالإسناد والرواية، والنوع الثاني ما يتعلق بالمتن. النوع الأول إبدال راو ما براو قسمه، هذا القسم الأول، وهو أن يبدل راو براو، وهذا أفحش أنواع القلب، أن يبدل راو براو. وهذا فيه إشكال لأنه قد يبدل
راو ضعيف واهي الرواية براو قوي، فيكون ذلك تصحيحا لما هو ضعيف. ومن الرواية ومن القلب الذي يكون في الإسناد تقديم وتأخير في الأسماء، ككعب بن مرة يقول فيه مرة بن كعب، وكلاهما ممن له رواية، وسعد بن سنان سنان بن سعد، وكلاهما ممن له رواية. فهذا نوع قلب في الإسناد، لكن هذا أسهل من الأول لأنه ناشئ عن خطأ، وإذا كان كلا الراويين ثقة فإن الأمر فيه سهل، لكن أن يبدل راو براو آخر فهذا من القلب القبيح الذي يوجب رد الحديث لما فيه من الوهن. أما النوع الثاني من القلب فهو قلب، نعم، ومن أنواع قلب الإسناد المتعلق بالمتن أن يضع سندا لمتن، يعني يأتي بمتن ويقلب ويضع له إسنادا غير الإسناد الذي نقل به، وهذا أيضا خطير لما يترتب عليه من تصحيح الضعيف أو تضعيف الصحيح. كل هذا مما يتعلق بالقلب الذي في الإسناد. القلب الذي في المتن خاصة وليس له صلة بالإسناد هو أن يقدم في الرواية ويؤخر، مثال ما رواه السبعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النفقة وإخفائها، ففيه أن تنفق شماله ما لا تعلم يمينه، والرواية الصحيحة أن تنفق يمينه ما لا تعلم شماله، فهذا قلب لا شك، لأن الأصل في الأخذ والعطاء لليمين لا للشمال، فهذا من القلب الذي وقع في المتن. ومنه أيضا حديث إن الله ينشئ أقواما فيدخلهم النار، هذا انقلب على راويه، والصحيح الذي جزم به الأئمة من أهل الحديث أن الرواية فينشئ أن الله ينشئ خلقا فيدخلهم الجنة، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يدخل النار أحدا بلا نذارة وإرسال، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا مثال للقلب الذي يقع في المتن. فتلخص لنا أن القلب منه ما يكون في الإسناد وهو أنواع، ومنه ما يكون في المتن وضربنا له مثلا، ومنه أيضا ما يتعلق بالأحكام العملية القلب الواقع في حديث أبي هريرة في صفة البروك، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير فليسجد وليسجد على يديه ثم ركبتيه، فهذا مما قيل فيه إنه منقلب، وأن الحديث الأصل فيها فليسجد على ركبتيه ثم يديه. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية ما يتعلق في أبيات هذه المنظومة في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى.